على عتبات نوفمبر حيث التاريخ والذاكرة، ونحن نقترب من إحياء الذكرى 68 لهذه الثورة الفريدة التي تعتبر مدرسة نضالية للعديد من الشعوب. احتضن المركز الثقافي الإسلامي ببجاية ندوة تاريخية بعنوان الثورة التحريرية في عيون العالم العربي، مواقف ومساندة، وذلك لتعريف جيل الاستقلال بتاريخه. وتقدم لي بزاف معلومات يعني باش تغلب على الفضول تاعي ونعرف تاريخ بلادي. ندو منهم شي حاجة عاشوها، نشوفوا واش داروا، باسكو ما وصلناش نعيشوا هكا. ترسيخ الذاكرة الوطنية في الأجيال الصعيدة، لتعريفهم عن الثورة الجزائرية، من كان مساند للثورة الجزائرية. من تنظيم قطاع المجاهدين وذوي الحقوق بالولاية شهدت الندوة مشاركة أساتذة وباحثين تطرقوا إلى عدة محاور، أهمها تأثير الثورة في المحيط الخارجي وكذا إسهامات الدول العربية من خلال المواقف. المواقف الدول العربية التي احتضنت جبهة التحرير الوطني منذ اندلاع الثورة التحريرية، فالبيان الذي أذيع في مصر منذ أول نوفمبر دليل على ذلك، ثم احتضان الدول العربية لها كلها. أول نوفمبر 1954 هو من جمع الشمل، وما زال إلى يومنا هذا يجمع الشمل، وكلما اطرنا اسم وذكر الجزائر به إلا وكان الخير فيه وفي بركته. دولة الجزائرية تتذكر شهدائها ومجاهديها، فإنها كذلك اليوم لا تنسى فضل من ساهم معها وساعدها. هو نوفمبر المعلم الأكبر، وهي المناسبة للوقوف بإجلال أمام أرواح سقطت من أجل أن تحيا الجزائر.